ينتعش السوق الأرضية ومستلزمات الأفراح منذ أواخر رمضان وحتى فترة ما بعد العيد، حيث تستعد الكثير من العائلات لمناسبات الأفراح والتي تعتمد أساسا على الأرضية التقليدية التي تنوعت واختلفت درجاتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. في أدوات أنواع، في البلستر، في الحرير، في البرنبخ، عرفات. أكثر شيء هو البلستر اللي متواجد في السوق. عندك التسبيت، الجهاز العروس، عندك البدلة الكبيرة، البدلة الصغيرة، بدلة المور، بدلة الحنة، في اللي يقول لها بدلة الحمام. كل شيء متكامل للعرايس. الشاب عطية يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، وصار خبيرا في أنواع الأرضية وأقمشتها، ويستمتع وهو يحكي لنا عن تفاصيلها ومنشأها وأمزجة الزبائن في شرائها بحسب الأسعار. هذاك أقمشة هندية، هن الاثنين طبعا أقمشة هندية، لكن في الأقمشة الهندية مثلا بدلة الصغيرة تكون خفيفة، ما هيش يعني القماش تقيل كردان، يعني احنا نقول الكردان زي الفرملة، يعني الكردان هذه بتكون خفيفة وبتكون يعني ناعمة، ما هيش زي القماش الواقف متاع البدلة الكبيرة، يعني في فرق عنها. حتى في الرديل، الرديل هذاك يكون ملون وهذاك يكون حصيرة، يعني احنا نقول له حصيرة أبيض في الذهبي. في التجارية وعندي الحرير الأصلي، الحرير اللي هو الطبيعي، هو الحرير الطبيعي بعدين يجي وراء البرنبخ اليدوي. البرنبخ اليدوي هذا يعني الدرجة اللي بعد الحرير، وبعدين أدنى جي البلستر اللي هو النايلو الخيط العادي. في نص سكي ونص سكي، كل واحد وليه زباينة، يعني كل شيء وليه ناسة، عرفات. في اللي ما ياخذش إلا الحرير، حتى كانوا غلاه هو معه. بعد العيد تنطلق مناسبات الزواج مجددا بالمدينة، وتكون نساء المدينة وعرائسها قد اخترن أقمشتهن وأرضيتهن التي كانت دوما ولا تزال علامة فارقة في الأفراح والمناسبات الليبية عامة. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها.